متواجدين حاليا في سوق الباسطة في السوق المصغر له قبل الافتتاح بأسبوعين. الفعالية اليوم وباكر. العمل فيه على قدم وساق، إن شاء الله تاريخ 23 الافتتاح الرسمي. عدة محلات مشاركة اليوم. مزارع الغالية مزرعة موجودة في البحرين، يستعملون بس الماء في الزراعة بدون أي مواد كيماوية. وصلنا معرض الصغير في بركات المجمع العالي. الحلو في معرض الصغير ان كله يهال اللي يبيعون منتجاتهم وهم مسوينها. ومني احدى مشاريع البنات الصغار ومعنا حبيبه. يا مرحبا حبيبه. هاي مشروعنا The Three Little Angels، نسوي براونيز وكوكي ونسوي اوريو فوكس ونسوي مثل الشوفل شيء جديد عندنا ونبيع ماي حق العشاني. تعالوا متابعين بوابة البحرين عندنا، احنا موجودين للساعة 10. موجودين حاليا في سوق المزارعين في بداية.
مني في حديقة حق الحيوانات ب500 فلس الدخول. هاي الشتلات والقرنبيط والأخيار. سوق المزارعين في حديقة الإبداع النباتية، وهي حديقة مكونة من عدة نباتات صحراوية. المكان بروحه يفتح النفس، وبدون ما تشترون تقدرون تغيرون من نفسيتكم. ما أتوقع أن في مثل هالمنظر في البحرين إلا في حديقة الإبداعية. في قاعدة حق الريوق ومطاعم تقدم البيض والفطور الشعبي.
حق اليد بيدلي وين غيادات مني ممشي الاستغلال، وهذه غيادات.